الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. بكتيريا مدمجة تتغذى بالهواء لتنتج الطاقة. تحدثنا عن طموحات واعدة في بكتيريا آكلة للبلاستيك وأخرى منتجة للوقود، لكن ماذا عن تسخير البكتيريا للتغذي على ثاني أكسيد الكربون لنتخلص من تبعاته على الغلاف الجوي ولنجعلها تستثمره في الوقت عينه لإنتاج طاقة حيوية؟ هذا بالفعل ما عزم العلماء على فعله وباتوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هذا المنال. التفاصيل في مقال اليوم. تعتمد الحياة بشكل أو بآخر على عملية تسمى تثبيت الكربون (carbon fixation)، والتي تتمثل بقدرة النباتات والطحالب وأنواع معينة من البكتيريا على استعمال ثاني أكسيد الكربون من البيئة وإضافة الطاقة الشمسية أو أي نوع من الطاقة لتحويلها في النهاية إلى سكر، العامل الأساسي في العمليات الحيوية الأخرى. إلا أن هناك كائنات تقع على رأس السلسلة الغذائية كالمحللات مثلاً، تعكس العملية فتقوم بالتغذي على السكر المصنوع من عملية البناء الضوئي في النباتات والكائنات الدقيقة، ثم تحرر ثاني أكسيد الكربون، وهذا ما يطلق عليه التغذي الغير الذاتي. إلا أن هنالك كائنات تقع الباحثين في بحث نشر في مجلة الخلية سيل بهدف دراسة تحسين عملية تثبيت الكربون، والتي تعد مفتاح التعامل مع التحديات المستقبلية مثل حاجة البشر للغذاء مع استمرار تزايد الكثافة السكانية وتناقص الموارد في نظام الأرض المغلق. يحاول العلماء تصميم المسار الاستقلابي لعملية تثبيت الكربون وإنتاج السكر حلقة كالفن في البكتيريا القولونية إشيريكيا كولاي عن طريق توصيل الجينات المحتوية على المعلومات الضرورية للتعبير عن هذه العملية وبنائها في الجينوم الخاص بالبكتيريا، مع التأكد من أن التصميم يتضمن تنظيما لمستويات التعبير للجينات المختلفة الأخرى، آخذين في الحسبان أن الأنزيم الأساسي في عملية تثبيت الكربون روبيسكو مسمم للخلية البكتيرية. استطاعت البكتيريا وفقا لهذه الخطة أن تنتج الأنزيمات الضرورية لتثبيت ثاني أكسيد الكربون، لكنها للأسف فشلت في استخدام الكربون لتخليق السكر واعتمدت على وجود مصدر خارجي له. لذلك لجأ العلماء لنظام جديد لتحقيق النظرية، خزانات البكتيريا. كخطوة مكملة لما سبق، قام العلماء بتصميم خزانات تدعى تشيموستات بهدف تنمية شهية البكتيريا لثاني أكسيد الكربون، حيث يتم داخل الصهاريج وضع البكتيريا بوجود فقاعات وافرة من ثاني أكسيد الكربون وكمية كبيرة من البروفات كمصدر للطاقة وكمية قليلة من السكر بما يكفي فقط للبقاء على قيد الحياة. تم القيام بذلك على أمل أن يسبب تغير البيئة خلق تكيف للبكتيريا مع شح الموارد، فهل نجحت الفكرة؟ لم تقم البكتيريا خلال شهر من التجربة باستخدام المواد المتوفرة من فقاعات كربونية وبيروفات، وفيما يبدو فهي لم تفهم التلميح. بعد شهر ونصف أظهرت بعض البكتيريا إشارات تأقلمية فيما يعتبر أكثر من مجرد البقاء على قيد الحياة. أما في الشهر الثالث تمكن العلماء من إبعاد البكتيريا عن استخدام السكر والاعتماد على ثاني أكسيد الكربون والبيروفات لوحدها. كشف تحليل النظائر لجزيئات ثاني أكسيد الكربون أن البكتيريا بالفعل قد استخدمت ثاني أكسيد الكربون المضاف لبناء كتلة